بسم الله الرحمن الرحيم حبايب طلاب جريد 5، ان شاء الله النهارده ميعادنا مع شرح ليسونز فروم 7 تو 9، والليسونز ده هنكمل كلامنا عن الديسيمال. واحنا عرفنا يعني ايه ديسيمال، قلنا ديسيمال اللي هي ايه، اللي هي نمبرز اللي فيها بوينت. فانا هجيب لي مثلا نمبر وليكن مثلا 2 اند 5 تنسز بلس 3 مثلا اند 4 تنسز، فهيجيب لي 2 ديسيمال وانا اعمل لهم بلس، وهنعرف ازاي نعمل لهم بلس. فانت الليسون بتاع النهارده ليسون سهل وجميل، وكل اللي عليك ان انت عشان يوصلك الجديد ما تنساش ان انت تعمل لايك عشان الفيديو يوصل لزمايلك. تعال نشوف ايه اللي احنا هناخده النهارده. ان شاء الله هيجيب لي 2 ديسيمال زي ما احنا عرفنا، التو ديسيمال دول هعمل لهم بلس، بس انا هعمل لهم بلس عن طريق كذا طريقه. اول طريقه منهم طريقه اسمها طريقه الموديلنج، واحنا كنا بناخدها في جريد 4. طريقه الموديلنج اللي هناخدها في جريد 5 ايه هي؟ فانا مستر لو عندي نمبر زي 2300 ده هتعمل ايه؟ هتلونها، هترسمها. فانا مستر هنيجي هنا مثلا ونرسمه 2300. فانا اول حاجه هبدا 100 يعني متقسمه 100، فانت توينو اداه توين اداه 10 وتني كمان يبقى كده 20، وتاخد 3 ايه سمول سكورز يبقى كده 23. طب يا مستر ال 1500 ال 1500 ده هتعملها ازاي؟ مستر 15 يعتبر اداه 10، وهتاخد هنا كام مثلا 5 من اللي انت سايبهم دول 1 2 3 4 5. فانا كده مستر 1500. ولما تيجي تعمل بلس التو ديسيمال حاول ان الاثنين يبقوا شبه بعض، يعني هنا قبل البوينت تو ديجيت يبقى هنا قبل البوينت تو ديجيت. طب مثلا لو جيت شوف، تعال كده نعمل كاونت اداه 10 20 30 31 32 33، باين ان لسه في 2 يبقى 38. فانا هنا النمبر هيطلع كام؟ هيطلع 0.38. طب تعالى ناخد مثلا انذر اكزامبل، بقول لي مثلا لو انت عندك 800 بلس 8 وعايز اعمل لهم كلر ولون، تعالى كده اللون مستر دي 800، فانا هعمل كلر لكام؟ ل 8. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. طب يا مستر بعد كده عندك ايه؟ عندك 8 تنسز. طب انا 8 تنسز ازاي هعمل 8 تنسز؟ طب انا يا مستر ال 8 تنسز زي ال 800؟ لا. فانت هتقوم عامل هنا ايه؟ هتخليهم الاثنين زي بعض، هتزود هنا 0 في ال 8 تنسز، هتحط لها 0 عشان يبقى الاثنين شبه بعض. فانا يا مستر دي بقت كام؟ بقت 80. فانا اقوم اعمل كلر ل 80. تعالى كده ادا 1 ادا 10 20 30 40 50 60 70، احنا بنلون حاجه كروكي كده. فانا النمبر طلع كام؟ لو جيت تعمل كاونت هتلاقيهم ادا 80 وال 80 يبقوا كام؟ 88. طب 88 يا مستر 88 هندردز، فانا هنا طلعت 88 هندردز. فانا اول طريقه عندي ان انت تعمل بالموديلنج. يعني ايه موديلنج؟ يعني هيجيب لك رسمه وترسمها. طب تعالى مثلا نتاكد، بقول لك رايت ان اكسبريشن، وخلي بالك من كلمه اكسبريشن ده عشان هناخدها بعد كده. اكسبريشن يعني ايه؟ يعني مساله مثلا فيها بلس، مساله فيها ماينس، تو ماتش ذا موديل عشان ترسم لي تقول لي الموديل ده كام. فانا مستر ده باين ان هو ما كملش واحده سليمه، ما كملش 1 هول، فده 0 بوينت. 0 بوينت كام؟ تعالى كده نشوف ادا 10 20 30 40 50 60 70 80 90 كام؟ 93. يبقى هنا 9300 بلس كام مستر؟ تعال نشوف اللي بالبلو، اللي بالبلو هنا كام؟ ادا 10 20 30 40 50 60 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79. يبقى هنا كام؟ 7900. طب لو جيت اعمل لهم بلس هيطلعوا كام؟ ها هيطلعوا 1 هول واحده سليمه، وكام؟ 10 20 30 40 50 60 70 72. يبقى هيطلع 1 هول اند 7200، وهنعرف ده هيطلع ازاي كمان شويه. فانا تاني كل اللي هو بيعمله لك لما تيجي تعمل بلس التو ديسيمال، الاول اتاكد ان الاثنين زي بعض، يعني لو هنا قبل البوينت 2 ديجيت يبقى هنا قبل البوينت 2 ديجيت، وترسم رسمه وتشوف هيطلع لك كام. فده موديلنج. طب تعال نشوف الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه هنعمل بلس بس بحاجه اسمها ايه؟ بليس فاليو تشارت. احنا عارفين يعني ايه بليس. طب هنا هناخد ايه؟ هناخد ان احنا نعمل بلس بالطريقه، احنا قلنا بليس يعني ايه؟ بليس يعني البيت، يعني انت كل واحد هتقعده في البليس بتاعه في البيت بتاعه، وتعمل بلس للبيوت اللي زي بعض، للديجيتس اللي في البيوت زي بعض. يعني هتعمل تقعد الوانز تحت الوانز، والتنز اندر التنز، والتنسز اندر التنسز، والبوينت اندر البوينت، زي ما احنا هنعمل كده. مستر 8 تنسز. طب انا مستر 8 تنسز اللي هي كام؟ هتقول لي 8 تنسز الاول ظبط بالبوينت، البوينت فين؟ اهي. طب الزيرو مستر ده الهول، اهو خلاص يبقى الزيرو في الهول. وال8 دي اللي هي اول حاجه قدام البوينت اللي هي التنسز، يبقى انا هنا عندي ال8 في التنسز. طب اللي بعد كده 3 اند 900 مستر، البوينت تحت البوينت اهي خلاص،
السري دي فين؟ على الشمال في الهول، فتبقى السري في الوانز. طب وهنا اول حاجه الزيرو هو اللي جنب البوينت، وبعد كده الناين. طب لما تيجي تعمل لهم بلس، اعمل بلس ستار بلس للي شبه بعض. لو جيت شوف هنا بجمع من اليمين، ال 100 هنا فاضيه، فانا ممكن احط فيها زيرو. ما هي فاضيه يعني هي ما فيش فيها حاجه، فانا ممكن احط فيها زيرو واجمع كده بقى كده. زيرو بلس 9 9، 8 بلس زيرو 8 بوينت خلاص. وزيرو بلس 3 كام؟ 3. بطلع النمبر كام؟ 3 اند 89 100 3 3 هول، وال 89 هم الحتت الصغيره اللي من 100، هم دول البارتس. فده معناها ان انت بتعمل بلس بالبليس، هو هيسيبك تعمل بلس زي ما انت عايز. فانا مستر البليس يعني هتقعد كل بيت تحت اللي زيه. طب تعالى ناخد فكره تاني. النمبر ده كام؟ ريت كده معايا. اما بقراش الزيرو مش هتقول زيرو عند حاجه فوت زيرو، هتقول 245 ها ثاوزندز. برافو. بلس كام؟ 3 اند 89 هندردز. مستر هتقعد كل واحده في البليس بتاعها. البوينت اللي على اليمين بيفضل في البارت في الحتت الصغيره، واللي على الشمال في الهول. فانا مستر البوينت ايه؟ تمام. مين اللي على الشمال؟ الزيرو. يبقى الزيرو هو الوانز. طب ال2 دي ايه؟ التنسز. برافو عليك. ال4 هي اللي قبلها، بعد كده هنا ال5. انا كده قعدت. طب اللي بعدها 3 يا مستر هي الهول، يبقى ال3 هنا هي الهول. وكام؟ و89 8 التنسز و9 الهندردز. طب لما اجي اعمل بلس جمع اللي زي بعضه. لو جيت اشوف هنا الفايف مفيش تحتها حاجه، فانا ممكن احط زيرو. انا ممكن ازود الزيرو على الطرف، سواء على الطرف ده او على الطرف الشمال، لكن ما ازودش الزيرو في النص، ما ادخلش قلب النمبر. طب انا لو جيت اشوف 5 بلس 0 كام؟ 5. 4 بلس 9 9 اون مايند، وافتر 9 10 11 12 13. هل هكتب ال13 كلها؟ لا، هعمل كده. يبقى 3 كار اب 1، 1 بلس 2 3 بلس 8 8 تبقى 9 10 11، يبقى 11 1 وكار اب 1. طب مثلا عامل لي بوينت حطها واعمل كده اب 1، 1 بلس 0 1 و 3 تبقى كام؟ 4. يبقى طلع النمبر كام؟ 4 اند ها 135. برافو عليك ثاوزندز. طب تعالى نشوف فكره ثانيه. تعالى نعمل دول بلس. مستر هتجمع عادي، هجمع بالطريقه بتاعتنا سواء هوريزونتال جنب بعض او فيرتيكال. اهم حاجه اتاكد ان كل ديجيت تحت اللي زيها، يعني البوينت تحت البوينت، التنسز اندر التنسز، الهندردز اندر الهندردز، وجمع عادي كان البوينت مش موجوده. مستر 8 بلس 8 ها 16، يبقى 6 وكار اب 1. 6 لما تاخد ال 1 تبقى كام؟ 7. 7 بلس 5 ها افتر ال 7 كام؟ 8 9 10 11 12. هكتب ال 2 وكار اب 1. 3 لما تاخد ال 1 بقت كام؟ 4. 4 بلس 7 هتلاقيها 11. قبل 2 بوينت حطها، يبقى 1 وكار اب 1. 5 بلس 1 تبقى كام؟ 6. 6 بلس 2 8. والفور دي يا اما تحط تحتها زيرو يا هتنزلها زي ما هي. خلاص، فانا ازود الزيرو يا على الطرف ده يا على الطرف ده. طب تعالى هجيب لك مثلا مساله زي دي. انا هنا مستر 36 اند 89 100. انا ممكن اعمل بلس يا اما بالموديلنج، لو في رسمه وعايز ترسمها ارسم بالموديلنج. طيب الطريقه الثانيه ان انت تعمل البليس فاليو اللي هو كل واحد تقعده تحت اللي جنبه. الطريقه الثالثه اللي هي الطريقه العاديه بتاعتنا. دول يا مستر هوريزونتال جنب بعض، انا ممكن اوقفهم. فهتكتب ده، لو جيت شوف هنا 36 اند 89 100. البوينت اهم حاجه تحت البوينت يا مستر، البوينت تحت البوينت. الفايف فين؟ لازقه في البوينت في التنسز. الفور فين؟ على الشمال هنا في الهول. ويا مستر اعمل بلس ها. لو جينا نشوف جريد 5 هنعمل ايه في جريد 5؟ ها طلاب جريد 5 ها الشطار بتاع جريد 5 مستر هيقول لي واحد ايه؟ هنا ال 9 دي مفيش 100، فانا ممكن احط زيرو. طب وهنا مفيش 10، احط زيرو. فانت زود زيرو على الطرف عادي، الطرف ده او الطرف ده ملوش لازمه. طب مثلا هنا 9 بلس 0 9. ينفع انت تكمل المساله وتقول لي هيطلع كام؟ هسيب لك المساله، كملها انت واكتبها لي تحت في الكومنت. برافو عليك. لو انا هنا مثلا جاب لي مساله زي دي، بقول لي 39 ثاوزندز بلس 5 ثاوزندز. مستر انا بجمع ثاوزندز مع ثاوزندز، يبقى كده هيطلع لي ثاوزندز. 39 بلس 5 كام؟ تخيل ان انت بتجمع بانانز مع بانانز، فهيطلع لك بانانز. فانا اهم حاجه يبقوا شبه بعض. 39 بلس 5 افتر 39 ها 40 41 42 43 44، يبقى هنا مستر 44. طب ال 44 دي عايز اعاده كل واحد في البليز بتاعه في مكانه. مستر 44 ثاوزندز، يعني انا مثلا 44 ثاوزندز، يعني البوينت بقى افتر كام ديجيت ها؟ يبقى قبل البوينت 3 ديجيت. طب ده 1 2 مستر. طب البوينت افتر 3 ديجيت اهو، ما كملوش زيرو.
في ديجيت ناقصه خلاص حط مكانها ايه؟ زيرو. طب هو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك مين التنسز؟ ها؟ النمبر ده كام هندردسز؟ مين هنا اللي عارف الهندردسز؟ مستر الهندردسز اللي هي الثانيه دي يبقى هنا 4. طب ومين كام ساوزندز؟ مين اللي عارف الساوزندز؟ 4 برضه. طب لو قال لك التنسز هتقول له زيرو. طيب مستر انت في حاجه فوتها اللي هي الاستراتيجيز. الاستراتيجيز دي اللي هي الطرق اللي انت بتستخدم بها عامه. الاستراتيجيه انت لو عندك استراتيجيه في حياتك بتسهل لك. فانا الاستراتيجيز اللي عندي ده ايه؟ لو جاب لك تو ديسيمال وعايز يعمل لهم بلس فانت بتتاكد من الحل باستراتيجيه معينه. الاستراتيجيه المعينه دي اللي هي عندنا 3 او 4 استراتيجيز. ايه هم الفور الاستراتيجيز؟ اول حاجه الفرونت اند استيميشن. من اسمها كده احنا خدناها في جريد 4. فرونت اند، فرونت اند، اول واحده من على الشمال، اول ديجيت هتقابلك من على الشمال. ازاي؟ تعال نحل بالاستراتيجيز بتاعتنا. انا مثلا لو جاب لي بقول 3 اند 451 ساوزندز بلس 8 اند 91 ساوزندز، وانا اقعد اخد بقى دي مع دي ودي مع دي ودي مع دي واقعدهم تحت بعض واحل، لا الاستراتيجيز بتسهل لك. فرونت اند يعني انت بتاخد اول ديجيت هتقابلك. هنا مستر اول ديجيت هتقابلني كام؟ هنا 3 والباقيين كأن مش موجودين، يعني الفور دي خلاص سيبك منها، والفايف كبر دماغك منها، والون كبر دماغك منها. فانا هيطلع النمبر كأن كام؟ 3. فانا ممكن واحد لو واحد شاطر هيقول لي ان هنا النمبر هيطلع كام؟ 3، فانا ممكن امسح دول. طب التاني بعد كده قابلك بلس يبقى انا بلس. ده كام؟ هتاخد هنا ده 8 والباقيين لما احط مكانهم زيروز فهتطلع 8 لان مفيش ديسم. طب 3 بلس 8 كام؟ 11. فدي اسمها فرونت اند. يعني ايه فرونت اند؟ يعني انت خد اول ديجيت من على الشمال. فدي بتسهل. طب انا لو عايز احل بالفرونت اند بس عندي مثلا مساله وليكن زي دي، يقول لك مثلا 42 اند 35 بلس وليكن 300 مثلا 48 اند 7 تنسز. لو عايز تعمل بلس بس بالفرونت اند، مستر فرونت اند اول ديجيت من على الشمال، فالفور ده هتنزل زي ما هي والباقيين بزيرو، فتطلع هنا الفور بكام؟ او مستر تطلع ب 40. طب انا بعد كده بلس هنا هتاخد مين اول ديجيت من على الشمال؟ ال 3، برافو عليك، والباقيين تحط مكانهم زيروز. ها؟ لو جيت تجمع مستر ده 40 فانا الديسمال ممكن اشيله، فلو جيت شيل الديسمال اهو دول ممكن اشيلهم يبقى 40. وده كام؟ 300. 40 بلس 300 يبقوا كام مع بعض؟ يبقى 340. فانا هنا طلع 340. فده معنى الفرونت اند. الفرونت اند ان انت بتاخد اول ديجيت تقابلك مع اول ديجيت تقابلك، بس اتاكد بس الديجيت ده هتطلع بكام؟ يعني هنا اسمها 42 يبقى طلعت ب 40، طب وهنا 348 يبقى طلعت ب 300 واعمل لهم بلس. فانا الاستراتيجي بتسهل لي. طب انا مستر عندك استراتيجي ثانيه زي ايه؟ انا شايف مثلا في الكتاب كذا استراتيجي. وليكن انا عندي حاجه اسمها راوندنج. يعني ايه راوند؟ يعني انت بتقرب النمبر ده تخليه مثلا شكل ال 1 ليسون اللي احنا خدناه قبل ده، اللي هو تخليه نيرست هول. يعني ايه نيرست هول؟ يعني انت مثلا خد الهول، الهول هنا كام يا مستر؟ الهول هنا 3، هتشوف اللي قبلها. الفور دي ما تديش خلاص يبقى هنا طلعت 3، النمبر ده هتخليه 3. طب هنا مستر ده كام؟ الهول هنا كام؟ 8، واللي جنبها كام؟ 0، مش هيدي لها، خلاص تبقى 8، 3 بلس 8 تطلع كام؟ 11. وانت لو جيت عملت لهم بلس هتلاقيهم قريبه من ال 11. ممكن اعمل الراوند بس بطريقه ثانيه، ازاي؟ ان انا اعمل راوند بس نيرست تنس. يعني ايه نيرست تنس؟ هتسال نفسك، تنس يعني قبل البوينت ديجيت، فانا عايز قبل البوينت ديجيت اللي هي الفور، واللي اصغر منها ده هسيبه. لان احنا اتفقنا ان كل ما تروح ناحيه اليمين النمبر بيقل. فانت هتاخد الفور، الفور جرى هنا مين؟ 5، الفايف تدي خلاص يبقى هتبقى الفور دي كام؟ هتبقى 3 اند 5 تنسز. طب وهنا هتعمل نيرست تنس الزيرو، جاروا مين؟ الناين يدي، يبقى الزيرو ده هيبقى كام؟ هكنسل دول والناين يبقى 1، يبقى هتطلع 8 اند 1 تنسز. واتجمع 5 بلس 1 6 وقبلك البوينت 3 بلس 8 تبقى 11. خلاص فده اللي هو الراوند. لما يقول لك اعمل لها استيميت باي راوندنج، يعني ايه راوند؟ يعني انت هتشوف الديجيت اللي انت عايزها وتشوف جارها يدي لها ولا ما يديلهاش. لكن الفرونت اند انت بتاخد اخر ديجيت على طول. طب ده فايدته ايه؟ فايدته ان هو بيسهل لي. انا مثلا لو قلت لك 2 جنيه ونص زائد 3 جنيه وربع، فانت هتقول لي ممكن اقول 2 جنيه و3 جنيه يطلعوا كام؟ 5 جنيه وشويه. فانا نفس الحكايه، انت بتاخد اخر ديجيت مع اخر ديجيت وتريح دماغك. طب لو راوند هتاخد الديجيت اللي انت عايزها وتشوف هيزيد ولا هيقل. طب عندنا طريقه ثالثه في الاستراتيجيز، كانت ايه هي؟ ها؟ حد شاطر يقول اللي هي البنش مارك. ايه هي البنش مارك؟ البنش مارك مثلا انا لو انا عندي نمبرز مثلا وليكن زي 3 اند 2 تنسز. واحد يقول لك ال 2 تنسز دول ما لهمش لازمه فانا خليها 3.
عندك مثلا هنا 4 اند 9 تنسز، يقول لك ال 9 تنسز ده انا ممكن اخليهم 1، فاقول النمبر ده هيبقى كام؟ 4 ودول 1 يبقى كام؟ 5. و 3 بلس 5 8. يعني انت مثلا 3 جنيه و 3 مثلا 4 اند 1 تنسز، فانا ال 1 تنسز مالهوش لازمه، شيله خلاص، فممكن اخليه هول 1، اشيل الديسمال ده واحط مكانه 1. او لو الديسمال كبير يعني مثلا 9 تنسز 0.9، او هنا قبل الديسمال قبل البوينت 8 خليه 1 هول. فسيبك من البنش مارك واشتغل، هو هيسيب لك حريه الاختيار. تاني الاستراتيجيز، اختار الاستراتيجيه اللي انت عايزها، فانت ركز في استراتيجيه واحده. مثلا الفرونت اند خد اخر ديجيت مع اخر ديجيت واعملهم بلس، هو هيسيبك تختار براحتك. الراوندنج اعمل راوند تنست هول، خد الهول وشوف اللي قبله زوده ولا لا. خلاص فانت ركز في استراتيجيه واحده. طب البلس مستر، البلس عاديه، اهم حاجه يبقى هنا لو قبل البوينت 2 ديجيت يبقى هنا قبل البوينت 2 ديجيت وتجمع عادي. طب لو في ديجيت ناقص احط زيرو، بكده يبقى الليسون بتاعنا انتهى. ولو انت عايز يوصلك الجديد ما تنساش ان انت تعمل لنا لايك عشان يوصلك الجديد، وعشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من زملائك، وتشارك في نشر العلم. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.